عايز بس أقول لكم بسرعة عن الجدل المحيط بوفاة الراحل الملحن الكبير حلمي بكر. يبدو أن كان صار هناك هدوء، وأن ابنه هشام سافر أمريكا بعد الاتفاق مع عمه أو أخته، لأن هنا الميراث للأولاد بس، طالما في ولد بيجب الباقي. فإنهم اتفقوا على توزيع الميراث بينهم وحلوا المشاكل، ولكن الأستاذ ياسر قنطوش المحامي بالنقد تقدم ببلاغ لمكتب النائب العام حول وفاة الموسيقار حلمي بكر، بناء على طلب من السيد رئيس لجنة العلاقات العامة الأمنية بنقابة المهن الموسيقية الأستاذ علي الشريعي. يعني القضية ما اتقفلتش من جانب نقابة المهن الموسيقية. ما الذي حدث وما الذي دفع الأستاذ علي الشريعي للتقدم بهذا البلاغ؟ أهلا وسهلا يا أستاذ علي. أهلا بحضرتك أستاذ خير. أهلا بيك يا فندم. حضرتك طيب وحضرتك بخير وسعادة. الله يخليك فندم. أستاذ علي، لماذا تقدمت بالبلاغ رغم أن هناك معلومات تقول أن الأطراف تصالحت؟ تمام، احنا بس هنرجع شوية كده. المشاكل اللي شغالة من 2019 فوجئنا لقينا في محاضر الأستاذ حلمي بنفسه عاملها، محاضر شرطة باتهام أشخاص معينة أن هم بيبلطجوا عليه. حاجة تانية، لقينا في رسائل جات استغاثة قبل ما يموت بحوالي 5 أيام. استغاثة إن أنا بتعذب، إن أنا اتنقلت، إحنا ما كناش نعرف حاجة عنها. فوجئنا لقينا على الرسائل دي مبعوتة لزميل معانا في المجلس وزميلة، الأستاذة نادية مصطفى. الأستاذة نادية. وفوجئنا تاني إن الدكتور قال لابنه ان ده نوع من انواع التسمم البكتيري وجفاف حاد. فجفاف حاد وتسمم بكتيري ده بيدينا الحته تانية كده احنا الله اعلم بيها او لسه ما تاكدناش منها. تمام يا فندم. زائد ان المفروض انسان مسن فوق ال 80 سنه ما ينفعش يتحط في حته، لازم يتحط في رعايه. طبعا ده اهمال، وممكن يكون اهمال مقصود. الاستغاثه كان مكتوب فيها يا استاذ علي مكتوب ان انا بتعذب، ان انا عايز امشي من هنا، بيعاملوني وحش. طبعا سيبك من موضوع طفي السجاير، لان طفي السجاير ده والحاجات دي كان في فتره في مشاكل بينه وبين اسرته، فكانوا فعلا بيجيبوا بلطجيه وبيعملوا معاه الحاجات دي وبيخشوا عليه سريره وهو نايم وحاجات من دي. طبعا، وده في محاضر شرطه ومعايا ارقامها كلها بالكلام ده، ما كل ده. وفي حاجات طبعا ما ينفعش اقولها لحضرتك لانها لسه المفروض انها معروضه في الاتهامات، ما ينفعش نقولها. بس احنا شاكين ان في حاجه مش مظبوطه. حاجه تانية، يعني انسان بيطلع في الروح وهو خلاص اخر لحظه فاضل له 10 دقائق يصوروه فيديو، طبعا دي حاجه المفروض يعني كانت مهينه جدا جدا. لو انت شفت الفيديو، شفته وعرضته وانت انتقدت اللي حصل، ده شكل مهين لا يليق بحد، باي انسان، مش بحلم بكر بس. طب انت بقى شايف حضرتك، هل النقابه ممكن تقف تسكت على حاجه زي دي؟ طب هل لديكم اي معلومات عن توكيل مضاهي الاستاذ قبل وفاته بايام؟ لا، احنا لدينا حاجه تانية بقى، ان المفروض الاستاذ في حد يعني بيعز الاستاذ حاول له فلوس من بره، والفلوس دي اتاخدت من البنك موجب اللي حضرتك بتقول عليه ده حوالي 2.5 مليون. طيب انا عايزكم تدوروا على توكيل تم في كفر صقر. ما هو التوكيل ده اللي احنا بنتكلم فيه. التوكيل ده تم في بيت الاستاذ، واتعمل تقرير طبي، المستشفى العام رفض انه يعمل هذا التقرير الطبي، فراحوا لمستشفى خاص مقابل مبلغ مالي، عمل لهم تقرير طبي ان الاستاذ لا يستطيع الذهاب الى الشهر العقاري. تمام. وتم اصطحاب موظف من الشهر العقاري الى بيت الاستاذ للتوقيع على هذا التوكيل في ايامه الاخيره. تمام. الحاجات دي في اشخاص معينه هي المسؤوله بيها. نعم. انت لما تكون احنا قاعدين في بيت واحد انت المسؤول. يعني انا مش عارف اوضح كويس عشان دي حاجات زي ما شرحتها لحضرتك، بس الموضوع فيه حاجات مش مظبوطه. واحنا وصلتوا لحد فين دلوقتي في النيابه العامه؟ احنا دلوقتي وصلنا، جبنا المحاضر وفرغنا الرسائل والاستغاثه بالصوت، وطبعا ابنه برضه قال ان ابويا او والدي مخطوف. هو قال كده في الوسائل الاجتماعيه يعني، وقال كده في القنوات ان والدي مخطوف، والدي بيتعرض للتعذيب.
فدي حاجات تدينا دوافع كتير مع الرسائل. طب بس هو تراجع، هو سافر مش كده؟ لا هو يعني انت عارف ان هو بيزنس مان بقى، وال في نوعية من الناس بتركز في موضوع الفلوس، خلاص اللي مات مات، اللي راح راح، بيركز بقى في موضوع الفلوس والمراس والكلام ده. أيوة. هو ده هو في لقاءته كان انت هنا بتدور على حق الأستاذ الملحن الكبير. الأستاذ. تمام فهمت. هو ده اللي احنا بندور عليه، قيمة زي الأستاذ حلمي، يعني ده آخر واحد خلاص، ده آخر واحد فاضل، ويتهان كده ويتصور بالصور دي ويترمى في مكان محدش، مجهول في أوضة محدش يعرف عنه، ورغم انه هو عنده كفاءات، يعني لازم محاليل ولازم 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 طبعا كل ده. فاحنا بنشك ان الحاجات دي تبقى مقصوده، وان شاء الله احنا مش هنسيب. نتمنى لكم التوفيق وظهور الحقيقه ان شاء طبعا. الله عشان يعني ما يضيعش حق. بشكر الاستاذ علي الشريعي.